خلينا ايضا سهى ومشاهدينا نروح لموضوع ثاني. هذا الموضوع مهم، في تسليط ضوء على قصه فريده من نوعها، قصه شخص مشاهدينا عشق عالم الصوت واغترب خارج بلاده ووطنه ليحول شغفه الى مشروع لحفظ لغه وهويه جيل انتقل الى الطرف الاخر من الارض. ابي سكر هذا الشخص، او ابي عفوا ابي سكر، يعني صاحب رحلة قناة كرزة للأطفال اللي ولدت في أمريكا على منصة اليوتيوب، واللي متخصصة في تعليم الأطفال أساسيات اللغة العربية بطريقة تفاعلية علمية وجذابة تشد انتباههم للتعلم. فخلونا نتابع هذا الفيديو القصير عن قناة كرزة ونرجع نستقبل أبي معنا. مشاهدينا بأبي سكر مؤسس قناة كرزة، نورت. صباح الخير يا عرب، أهلا وسهلا يا أبي. أهلا وسهلا، نورنا. شكرا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. أبي خلينا نبتدي معك مع الحدث الأبرز، وهو وجودك في دبي وتكريم قناة كرزة من جائزة الشيخ محمد بن راشد لتعليم اللغة العربية من فئة الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأيضا سابقا كرمت من اليوتيوب بالدرع الفضي. ألف مبروك. خبرنا كيف المشاعر بعد هذا المجهود الطويل. والله كانت مشاعر كتير حلوة، يعني فرح وفخر، ويعني بينبسط الواحد لما بيشوف هيك مبادرات بتقدر الشيء اللي عم تعمله بعد سنوات. يعني وصلنا 7 سنين نحن ما شاء الله. ونحن قدمنا على الجائزة قبل كورونا 2020. بعدين بعد عرفنا إذا فزنا ولا لا، فتواصلوا معنا السنة، كان تكريم الدورة السادسة اللي قبل كوفيد والسابعة هلا. فيعني إجت مفاجأة لنا، بس إجت بوقتها. وبالنسبة لليوتيوب، نحن لما تجاوزنا 100,000 مشترك عطونا الدرع الفضي. نعم. هلا حنصير تقريبا 500,000 مشترك، نص الطريق لناخذ الذهبي ان شاء الله. بعد اكثر من 7 سنوات على انطلاق قناة كرزة على منصة يوتيوب، لو تخبرنا عن الفكرة. عادة الشخص لما يعني يتغرب خلص يصير هو ياخذ يعني نمط الحياة اللي في المكان اللي هو فيه، ويحاول انه هو يندمج بهذا المحيط، وما نقول احنا يتخلى عن لغته، ولكن خلاص يبدا مرحله جديده. بالنسبه لك ليش فكرت انه لازم يكون في منصه فيها لغه عربيه تخاطب المغترب بشكل عام؟ هو لانه انا نظرت لحاجه لاولادي انا. نعم. هلا بالشكل الطبيعي جدا رح يندمجوا وينصهروا ويحكوا. نعم. انجليزي احسن من لا احنا نحتاج اندماج من غير انصهار. تماما. لا هو بجوز كمان ينصهروا. نعم. نعم. سواء بدك ولا ما بدك، حسب الجيل. حسب الجيل تماما. ايه. نعم. بس انك انت تحافظ على الشيء اللي انت عندك اياه، لانه انت بتدرك قديش هو مهم وثمين. نعم. وبدك تحافظ عليه. فالفكره هي انه انت كيف تتعامل بهذا الموضوع بذكاء باستخدام احسن التقنيات. فمن هون اجت الفكره انه يوتيوب والاولاد دائما اون ديماند، مو مثل اياماتنا نحن. نعم. فلازم يكون منافس، لازم يكون جديد، وكونه عندي خبره بهذا المجال انه اذا انا ما عملته مين بده يعمله. صحيح. خبرتك يعني لو تخبرنا عن خبراتك اللي انطلقت بها. الله. انا انا اشتغلت بالسبيس تون بمجال الطفل، وبعدين سافرت على امريكا درست هندسه صوت بلوس انجلوس بهوليوود، وتخرجت، وبعدين رجعت فتحت استوديو لي قبل ما اترك سوريا واروح على امريكا. ف نعم. يعني عندي تقريبا 23 سنه خبره بهذا المجال. أبي، التأثيرات الاجتماعية مهمة لا شك في ذلك. هل تأثيرات اللي ساهمت قناة كرزة، خصوصا أنه قناتك ساهم في نشر اللغة، الحفاظ على لغتنا العربية، خبرنا عن هذا التأثير. هل متى بديت تحس بتأثير قناة كرزة على المجتمع اللي أنت تعيش فيه هناك؟ تقريبا من 2 سنين بلشت لاحظ انه كرز يعني صار براند، صار اسم. صار ناس يعرفوه، وصار في قصص وطرائف يستشهدوا فيها الناس، وابني. نعم. صار يقول مثلا حافله ليش انت عم تقول باص، يعني يعني بلش يصير الناس. نعم. يعرفوا اكثر الموضوع، وصرنا نروح لاماكن يقولوا لنا رياض اطفال ومدارس ان احنا عم نستعمل موادكم من ضمن المنهاج تبعنا. نعم. حتى يعني في ذوق خاص، الالوان، الشخصيات. خبرنا هذه مين ساعدك بكل هذا العمل؟
اللي هو شريكتي الاساسيه بالمشروع هي زوجتي، هي يعني نعم. الاساسيه رسامه وطبيبه بالاصل، بس هي موجوده يعني معك؟ لا والله ما لها معي هلا، جيت لحالي من امريكا، بس يعني وبالاضافه لنخبه كبيره من الفنانين والرسامين ومصممين الشخصيات، وحاولنا يكون البراند كله كرزه، عباره عن الكرز هو فاكهه حلوه ومحببه للاطفال، نعم. واستثمار فكره الفواكه كبراندنج لانه الوانها حلوه نعم. وجذابه، ونعملنا اشكال الشخصيات شكلها مثل اشكال الفواكه، يعني يكون شيء هيك مخصص للفئة العمرية اللي هي أعمار ما قبل المدرسة. احنا نوجه التحية لزوجتك الكريمة شريكة النجاح، نوجه لها التحية. خلينا أيضا كل فكرة يعني أو بي تترك بصمة مختلفة في عقول الناس، أنت لو تتكلم أو تخبرنا عن بصمة كرزة اللي تركتها عند الأطفال، يعني دائما الإنسان في بداية المشروع عنده فكرة معينة، لكن الأيام يعني تأخذ مكان ثاني وممكن مكان أحسن من اللي هو مخطط له، خبرنا عن هذا التأثير. والله التأثير أكبر من اللي كنت متخيله بكثير. نعم. يعني نحن عندنا رسالة، عندنا هدف، عندنا شيء بدنا نحققه، بس إنه وصلنا لمرحلة إنه تقريبا يوميا رسائل، يعني دائما نحن ابننا بنتنا استفادت، نحن تعلمنا هالشغلة، صار في رفرنس، صار في مجموعة من الشغلات اللي بيستشهدوا فيها، يعني مواقف نعم. ويشاركونا فيها، أولادهم عم يغنوا الأغاني، يعني نعم. كتير صار كوميونيتي كامل. لا شك أنه المشروع يعني في عليه تطوير دوري، لكن اليوم بعد 7 سنوات لو يعني وبعد الجائزة أيضا، هذه الدفعة المعنوية المهمة، خبرنا عن الخطوات القادمة لتطوير كرزة. خطوات كثيرة، بناحية أول شيء المحتوى، من ناحية الإنتاج، من ناحية استخدام تقنيات حديثة، عم نفكر بتطوير التطبيق، عندنا تطبيق مجاني على الأندرويد والآي أو إس، عم نفكر بطريقة يكون فيها شيء تفاعلي أكثر مع الجمهور. نعم. في يعني لسه عم نبحث عن تمويل هذا الموضوع، في كمان استثمار الميتافيرس واستثمار يعني الذكاء الصناعي، يعني في افكار كثيره. نعم. يعني بما يخص تطبيق قناه كرزة اللي اصبح متوفر على متجر جوجل وابل، خبرنا عن هذا التطبيق، ايش راح يفرق عن القناه؟ هل راح يكون في تفاعل اكثر مع الجمهور؟ هلا هو حاليا بشكله الحالي هو تقريبا، مو تقريبا، هو غير اليوتيوب، هو نفس اليوتيوب كمحتوى، بس مختلف انه فقط محتوى كرزة. فنحن لما وصلنا لمرحله بانه الاهل وثقوا بمحتوى كرزة وما بدنا اياهم يشوفوا فيديوهات مقترحه من غير قنوات، بدنا بس يضلوا بضمن الايكو سيستم، البيئه تبع كرزة، عملنا لهم هذا التطبيق عشان ما يطلعوا براته. هلا في مجال تطوير يكون شغلات انتر اكتف، العاب مثلا تعليميه، يكون في شغلات نعم. مثلا جيمفاينج، يعني قصص مثلا، يجمعوا نقط معينه، حتى في فكره لعبه نفسها الكاركتر بتمشي وبتجمع الاحرف، مثل شلون سبوي سيرفرز وهدول الشغلات يعني. نعم أبي، شكرا جزيلا، نبارك لك من جديد، مجهود كبير مقدر، وأكتمل هذا التقرير من خلال هذه الجائزة، تستاهلها، وفالك إن شاء الله التوفيق والنجاح والمزيد منها. الله يسلمك.